مثل كل من وزير المالية الجزائري والمدير العام السابق للأمن الوطني أمام المحكمة. وينضم الرجلان إلى قائمة أصبحت طويلة من رموز السلطة تواجه تحقيقات قضائية منذ أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي. وللمزيد نتوجه إلى الجزائر في نفذتنا اليومية من هناك مع زميل كمال علواني. أهلا بكم إلى هذه النافذة المفتوحة على المشهد الجزائري من العاصمة الجزائرية. لتطورات هذا المشهد، كما ذكرتم، مثل وزير المالية محمد لوكال والمدير العام للأمن الوطني عبد الغاني الهامل اليوم أمام القضاء لينضم إلى قائمة من رموز السلطة التي تواجه تحقيقات قضائية منذ أن أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس السابق بوتفليقة على الاستقالة. محمد لوكال وزير المالية يواجه تحقيقا بشأن ضلوعه في تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة. أما عبد الغاني الهامل فيواجه تحقيقا بشأن ضلوعه في استغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وسوء استخدام منصبه. لنتابع هذا التقرير. بتهم تتعلق بالفساد واستخدام السلطة، نهب العقار واستغلال النفوذ، مثل اليوم بمحكمة تيبازا المدير الأسبق للأمن الجزائري رفقة نجله. عبد الغاني الهامل الذي أقيل من منصبه في مايو 2018 المنصرم على خلفية تصريحه حول قضية مصادرة كمية معتبرة من الكوكايين في ميناء وهران غرب الجزائر. سلسلة التوقيفات تتواصل في البلاد منذ بدء الحراك، حيث استدعي أيضا اليوم وزير المالية في حكومة بدوي المؤقتة محمد لوكال لدى محكمة سيدي محمد بتهمة تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. تهم وتوقيفات لأبرز أسماء النظام السابق. يرى محامون أن تحرك العدالة اليوم يوجب تفعيل العديد من الملفات العالقة. إذا كان الهدف من هذه الحملة هو تطبيق القانون والتطبيق ما يسمى بصحيح القانون، فأهلا وسهلا. فإن كانت هذه الحملة تصفية حسابات، لابد من إخراج العدالة، جهاز العدالة من هذه الوضعية. تحرك العدالة يوازي حراك السياسة في البلاد وحالة الغليان التي تعيشها الطبقة السياسية، موالاة ومعارضة، استدعاء لعديد الأسماء التي كانت بالأمس القريب تتحكم في دواليب الحكم وفوق المساءلة. فهل الأمر هو رغبة في تطبيق مطالب الحراك القاضي بمحاسبة الجميع، أم هو مجرد تمويه عن المطلب الأساسي للحراك؟ الناس أصلا خرجت للمطالبة بتغيير نظام سياسي، لأنه أصل الفساد الاقتصادي هو فساد سياسي. يعني هؤلاء الناس، هؤلاء رجال الأعمال الذين يتم استدعائهم الآن، لم يخرجوا إلى الشوارع أو يهاجموا البنوك وأخذوا الأموال هذه، وإنما أخذوا الأموال بناء على تعليمات قدمت من المسؤولين السياسيين إلى مدراء البنوك. تحرك القضاء المتسارع في الأحداث يعيد السلطة القضائية إلى الواجهة بعد أن طالتها تهم من الحراك بالتواطؤ مع العديد من رموز النظام السابق، ويضع مصداقية القضاء الجزائري على المحك. ففي الوقت الذي يتم فيه استدعاء العديد من الأسماء السياسية البارزة التي يشتبه بتورطها في قضايا فساد في الجزائر، يتساءل كثيرون عن مدى جدية هذه التوقيفات بين اعتبارها استعراض سياسي أو مجرد تلهية عن مطالب الحراك الأساسية. جهيد رمضاني، العربي، الجزائر. وللمزيد حول تطورات المشهد الجزائري ينضم إلينا مراسلنا حسام تكالي. تفضل حسام. نعم، شكرا لك كمال. بالفعل كما جاء في التقرير، فقد مثل يعني مدير الأمن الجزائري اللواء السابق عبد الغاني هامل أمام قضية التحقيق لمحكمة تيبازا، لكن لم توجه له في الجلسة الأولى على الأقل أي تهم، وهو الذي مثل على خلفية قضايا تتعلق بنهب العقار وإساءة استخدام السلطة. أيضا ابنه مراد كما كان مشاعا لم يحضر لجلسة التحقيق في انتظار طبعا يعني جلسات
أخرى يجلس فيها عبد الغني هامل هذه الشخصية التي كانت توصف بأنها أحد أهم الشخصيات المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بل أحد رجاله الأقوياء قبل أن يتم إقالته في مايو من العام الماضي على ما يعرف بفضيحة الكوكايين. وبالتالي من المنتظر أيضا أن يمثل غدا الوزير الأول السابق أحمد ويحيى في قضايا أيضا تتعلق بالفساد، بعد أن مثل اليوم في إطار سلسلة التحقيقات التي تجريها العدالة الجزائرية مع بعض المسؤولين الجزائريين ورجال الأعمال لوكال. محافظ البنك الجزائري وزير المالية الحالي كان قد مثل اليوم على خلفية نفس القضية التي سيمثل لأجلها غدا أحمد ويحيى في محكمة سيدي محمد، والتي تتعلق بالمجمل بقضايا فساد وأيضا بقضايا تتعلق باستلاف إن صح التعبير يعني المبالغ من البنك الجزائري. طبعا هذه العملية عملية التحقيق تأتي في إطار سلسلة من الاعتقالات والتحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية مع مسؤولين جزائريين ورجال أعمال وصفوا بأنهم أو يوصفون بأنهم مقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولكن لا يمكن القول بأن هذه الخطوات هي بالضرورة يعني تشفي إن صح التعبير ما يدور في الحراك. وبالتالي لا يزال هنالك الكثير من الجدل يمكن أن تصنعه هذه المحاكمات، سواء إن على المستوى الشكلي أو حتى على مستوى مضمون هذه المحاكمات، وما هي ربما الفضائح التي من الممكن أن تظهر خلال هذه الجلسات، جلسات التحقيق أو حتى المحاكمات. شكرا حسام، وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا مهدي بن راشد الصحفي، مرحبا بك. طيب، ما المغزى من هذه المحاكمات أو هذه التحقيقات هذه الأيام بمثل هذه الظروف؟ الكثير من الجزائريين أخ كمال يعتقدون أن هذا التسارع في مجال استدعاء مسؤولين سابقين إلى القضاء للتحقيق معهم في قضايا الفساد، يعتقدون أنها محاولة لخلق نوع من الواجهة التي توحي بأن الأمور تتحرك في إطار المطالب الشعبية التي ينادي بها الحراك الشعبي، غير أن الباطن يدل على غير ذلك. فيه نوع من التسارع في الأحداث على الصعيد الواجهة، لكن من الداخل إلى حد الآن الذي يتلمس الواقع من باطنه يجد أن الأمر ما زال على بطئه، وأن الاستجابة لمطالب الحراك غير موجودة. لماذا؟ لأنه على الصعيد السياسي إلى حد الآن ما زالت الأمور تراوح مكانها بالنسبة إلى عدة مطالب، على رأسها ذهاب الباءات التي تمثل واجهة هذا النظام وهذه السلطة. تعتقدون إذن أن هذه التحقيقات الجارية هي انتقائية، وأن المغزى منها فقط هو امتصاص الغضب، غضب الشارع، ولكن هي تحقيقات ذات جدوى وهناك تهم مؤسسة تجاه هذه الشخصيات؟ صحيح، لكن الشارع وما تلمسته أنا من خلال حديثي مع كثير من الفاعلين في الحراك ومع الشباب ومع الكهول داخل الحراك الجمعة الماضية، يتساءلون هل من الممكن أن تكون جهاز القضاء الجزائري الذي عاهدنا عليه هذا البطء في التحرك والتحرك بالإيعاز أنه يتحرك هذه المرة من تلقاء نفسه؟ المسألة الثانية التي يطرحونها ولا يجدون إلى غاية اليوم جوابا وتفسيرا لها هو أن الذي يجب أن يحاكم أولا هو الذي فتح الباب لهذا النهب ولهذا الفساد، لا الذين أخذوا فقط. لماذا؟ لأن في اعتقادهم أن التحقيق مع الذين أخذوا
دون التحقيق مع الذين أعطوا الأوامر بالأخذ وبهذا الفساد لا مجال للوصول به إلى نوع من النتائج المرجوة من الحراك الشعبي. الصحفي مهدي بن راشد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وبالعودة إليكما في استوديوهاتنا المركزية. إلى اللقاء.